تقدير راقي ومفعم حبيت أقدم يا نعات الجزالي تستاهلون الطيب وشعار تنضم يلي رقيتم بالعطا كل عالي يلي رقيتم بالعطا كل عالي من منطلق تقدير راقي ومفعم حبيت أقدم يا نعات الجزالي تستاهلون الطيب وشعار تنضم يلي رقيتم بالعطا كل عالي أنتم لنا نبراس في الليل الأظلم نجوم براقة في سود الليالي مسيرة خلاص وتفاني معظم ما شابها شايب ولل الكمالي جهد البلا محمود لو تالي أهم والله يجازي بالعمل في التوالي لو فارقت نجساتكم باقي نلتم على المحبة والصفا والوصالي هذه هي الدنيا ويا ليت نسلم تعطي وتاخذ لو يطول المطالي كرسيها ما دام لو هو تبسم ما به أحد ما شد عنها الرحالي يا ليت كل الناس تؤمن وتفهم إن البقاء لله رب الجلال بعد التقاعد والدنا الكل اهتم في ما بقى من العمر ولا نبالي نستقبل القادم بطيب المنعم نقدم سعاده بعد جهد الحمالي شكرا على جل العطاء المقدم واجب علينا نشكره للفعالي تكريمكم ذي الليل واجب محتم أقل ما يقدم لكم يا الغوالي واطلب من الله والي الكون يختم بالصالحات الباقيات الثقالي تم الكلام وفايض الصدق ما تملى ونحات أبياتي في صم الجبالي من منطلق تقدير راقي ومفعم حبيت أقدم يا نعات الجزالي تستاهلون الطيب وشعار تنضم يلي رقيتم بالعطا كل عالي أنتم لنا نبراس في الليل الأظلم نجوم براقة في سود الليالي مسيرة خلاص وتفاني معظم ما شابها شايب ولل الكمالي جهد البلا محمود لو تالي أهم والله يجازي بالعمل في التوالي لو فارقت نجساتكم باقي نلتم على المحبة والصفا والوصالي هذه هي الدنيا ويا ليت نسلم تعطي وتاخذ لو يطول المطالي كرسيها ما دام لو هو تبسم ما به أحد ما شد عنها الرحالي يا ليت كل الناس تؤمن وتفهم إن البقاء لله رب الجلالي بعد التقاعد والدنا الكل اهتم فيما بقى من العمر ولا نبالي نستقبل القادم بطيب المنعم نقدم سعاده بعد جهد الحمالي شكرا على جل العطاء المقدم واجب علينا نشكره للفعالي تكريمكم ذي الليل واجب محتم أقل ما يقدم لكم يا الغوالي واطلب من الله والي الكون يختم بالصالحات الباقيات الثقالي تم الكلام وفايض الصدق ما تملى ونحات أبياتي في صم الجبالي من منطلق
طالق تقدير راقي ومفعم حبيت أقدم يا نعات الجزالي تستاهلون الطيب وشعار تنضم يلي رقيتم بالعطا كل عالي يلي رقيتم بالعطا كل عالي من منطلق تقدير راقي ومفعم حبيت أقدم يا نعات الجزالي تستاهلون الطيب وشعار تنضم يلي رقيتم بالعطا كل عالي أنتم لنا نبراس في الليل الأظلم نجوم براقة في سود الليالي مسيرة خلاص وتفاني معظم ما شابها شايب ولل الكمالي جهد البلا محمود لو تالي أهم والله يجازي بالعمل في التوالي لو فارقت نجسادكم باقي نلتم على المحبة والصفا والوصالي هذه هي الدنيا ويا ليت نسلم تعطي وتاخذ لو يطول المطالي كرسيها ما دام لو هو تبسم ما به احد ما شد عنها الرحالي يا ليت كل الناس تؤمن وتفهم ان البقاء لله رب الجلالي بعد التقاعد ودنا الكل اهتم في ما بقى من العمر ولا نبالي نستقبل القادم بطيب المنعم نقدم سعاده بعد جهد الحمالي شكرا على جل العطاء المقدم واجب علينا نشكره للفعالي تكريمكم ذي الليل واجب محتم أقل ما يقدم لكم يا الغوالي واطلب من الله والي الكون يختم بالصالحات الباقيات الثقالي تم الكلام وفايض الصدق ما تملى ونحات أبياتي في صم الجبالي من منطلق تقدير راقي ومفعم حبيت أقدم يا نعات الجزالي تستاهلون الطيب وشعار تنضم يلي رقيتم بالعطا كل عالي أنتم لنا نبراس في الليل الأظلم نجوم براقة في سود الليالي مسيرة خلاص وتفاني معظم ما شابها شايب ولل الكمالي جهد البلا محمود لو تالي أهم والله يجازي بالعمل في التوالي لو فارقت نجسادكم باقي نلتم على المحبة والصفا والوصالي هذه هي الدنيا ويا ليت نسلم تعطي وتاخذ لو يطول المطالي كرسيها ما دام لو هو تبسم ما به احد ما شد عنها الرحالي يا ليت كل الناس تؤمن وتفهم ان البقاء لله رب الجلالي بعد التقاعد ودنا الكل اهتم في بقى من العمر ولا نبالي نستقبل القادم بطيب المنعم نقدم سعاده بعد جهد الحمالي شكرا على جل العطاء المقدم واجب علينا نشكره للفعالي تكريمكم ذي الليل واجب محتم أقل ما يقدم لكم يا الغوالي واطلب من الله والي الكون يختم بالصالحات الباقيات الثقالي تم الكلام وفايض الصدق ما تملى ونحات أبياتي في صم الجبالي
من منطلق تقدير راقي ومفعم حبيت أقدم يا نعات الجزالي تستاهلون الطيب وشعار تنضم يلي رقيتم بالعطا كل عالي يلي رقيتم بالعطا كل عالي من منطلق تقدير راقي ومفعم حبيت أقدم يا نعات الجزالي تستاهلون الطيب وشعار تنضم يلي رقيتم بالعطا كل عالي أنتم لنا نبراس في الليل الأظلم نجوم براقة في سود الليالي مسيرة خلاص وتفاني معظم ما شابها شايب ولل الكمالي جهد البلا محمود لو تالي أهم والله يجازي بالعمل في الدوالي لو فارقت نجساتكم باقي نلتم على المحبة والصفا والوصالي هذه الدنيا ويا ليتني سلم تعطي وتاخذ لو يطول المطالي كرسيها ما دام لو هو تبسم ما به احد ما شد عنها الرحالي يا ليت كل الناس تؤمن وتفهم ان البقاء لله رب الجلالي بعد التقاعد والدنا الكل اهتم في بقى من العمر ولا نبالي نستقبل القادم بطيب المنعم نقدم سعاده بعد جهد الحمالي شكرا على جل العطاء المقدم واجب علينا نشكر اهل الفعالي تكريمكم ذي الليل واجب محتم اقل ما يقدم لكم يا الغوالي واطلب من الله ولي الكون يختم بالصالحات الباقيات الثقالي تم الكلام وفايض الصدق ما تملى وانحات ابياتي في صم الجبالي من منطلق تقدير راقي ومفعم حبيت اقدم يا نعات الجزالي تستاهلون الطيب وشعار تنضم يلي رقيتم بالعطا كل إن ما في قلوبنا أكبر من مشاعر جياشة وحب لأخوينا العزيزين ولذلك نريد منكم تكرما أن من يكون عنده هدية يريد أن يهديها لأخ له عزيز من أخوينا الاثنين يسجلها عندنا في الورقة يا إخواني حتى لا يضيع حقه في التعريف وحتى التصوير يصل يا شباب فجزاكم الله خيرا سجلوا هداياكم بأسماءكم عند الأخ سعود الحمياني أيضا يا إخواني عندنا مقطع صغير سنبدأ به وهي فقرات الحفل لم تبدأ بعد سنبدأ به الآن إن شاء الله هو هدية رمزية لأخوينا العزيزين أبيات شعرية بسيطة نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون خالصة لوجهه وأن تجد القبول في قلوبكم أيها المستمعين
الغالين مثل الأماكين. وفي إن التعليم صبح وعشية الله جمعنا في وجيه المسافين على الندى والعز والمسقطية. وابو مؤيد إلى بارك بارك الخير فارس تقيف العزوة الصيرمية. واصحابنا الغالين مثل الأماكين. وفي إن التعليم صبح وعشية الله جمعنا في وجيه المسافين على الندى والعز والمسقطية. يا مرحبا وعدان ما طرد الطيب صبح وبسامة وذوق صون النبيه ثلاث وحده من هيب المصابير بسلاح عالي النديه والعليه جنبيه وسد بتمشي طوابير وحدي منها شداد ومطيه فشهدها يما الرجال الحمد لله الذي أنزل الفرقان هدى للمتقين وإيمانا برب العالمين ونورا في طريق السالكين وتبيانا للناس أجمعين. به تسعد البشرية ومنه التعاليم السوية وإليه ترجع النفوس الزكية. وفيه تباشير الحياة الرضية ملأ الخير الأعم ونشر الدين الأتم ومحق الظلم الأطم وحث على الأمر الأهم. والصلاة والسلام على النبي والمعلم والإمام والقائد الهمام. حفلنا اليوم فرحة وسرور وبهجة وحبور ملتقى وفاء ومحضن بناء ولحظة عطاء تجمعت فيه الأفراح بعطرها الفواح. في ليلة الأفراح غرد البلبل الصداح وأقبل السعد ولاح نرجو من الله الفلاح ضيوفنا الأكارم. حضرتم أهلا ونزلتم سهلا ووفيتم فحيا هلا بكم بين ظهرانينا. النور أشرق باللقاء ومن حضر وتعالت البسمات في هذا السمر. والنور أنتم والديار تشرفت نورا يا أهلا ويكفينا النظر. ولقد توافدت الجموع فأبشروا إن ضاقت الأرجاء فالحب انتشر. وفي بداية السير نكشف الضير وننشر الخير وآيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم زميلنا الأستاذ سعود الحمياني فليتفضل جزاه الله خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. جزا الله أستاذنا الأستاذ سعود الحمياني خير الجزاء.
لما كان حفلنا هذا تكريما لفارسين كريمين ترجلا عن فرسيهما، وكان مضمار فروسيتهما التعليم وتنشئة النشء وبناء العقول وتنوير البصائر. لم أجد أفضل من أبيات للشاعر الكبير أحمد شوقي تمدح المعلم، قال فيها: قم للمعلم وفه التبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا، علمت علمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا. سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى، أخرجت هذا العقل من ظلماته وهديته النور المبين سبيلا، وطبعته بيد المعلم تارة صدئ الحديد وتارة مسقولا، أرسلت بالتوراة موسى مرشدا وابن البتول فعلم الإنجيلا، وفجرت ينبوع البيان محمدا فسق الحديث وناول التنزيلا. والآن مع كلمة وفاء لضيفنا ضيف الشرف الدكتور يحيى علي عسيري فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. ثم أما بعد، فلقد تلقيت دعوة كريمة من الأستاذ عبد الإله بن أحمد السالمي لحضور هذا التكريم، والحقيقة حضرت لأكرم فوجدت نفسي أكرم بتكليفي وبتشريفي إلقاء هذه الكلمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أداء هذه الكلمة وإخراجها بالمخرج السليم. فاسمحوا لي في البداية أن أبدأ حيث أقول: أيها الحفل الكريم، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، تحية أهل الجنة حين يدخلونها بسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة أصالة عن نفسي ونيابة عن الحضور، أقدم الشكر والتقدير لكل من في إلقاء هذه الكلمة. حقيقة نحن سعداء في هذه الليلة، ليلة الوفاء، من أهل الوفاء، من رجال معروفون بالكرم، رجال التربية والتعليم. فأنا أحييكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي لكم جزيل الثواب. حقيقة التكريم الحقيقي من أهل الوفاء لأهل الوفاء في هذه الليلة المباركة، والتي نحتفي بأستاذين كريمين فاضلين نكني لهما كل محبة وتقدير نظير ما قدماه من جهود في ميدان التربية والتعليم، حيث أفنيا زهرة عمريهما في بناء أجيال وأجيال في هذا الوطن الغالي، فتخرج على أيديهما أجيالاً وأجيال ساهموا في بناء رجال الوطن الشامخ. فنرى المعلم والمهندس والطبيب والطيار كانوا بالأمس أحد طلابهم، وإذا بهم اليوم يتسنمون رساء أعلى المراتب الوظيفية، كيف لا وقد حملا رسالة الأنبياء والمرسلين. فكم نحن فخورين بكما وبدوركما العظيمين،
وفي ظني أن هذا هو التكريم الحقيقي. أيها الحفل الكريم، اسمحوا لي أن أتقدم بثلاث بطاقات محملة بورد وبعبق رائحة ورد الطائف المأنوس. البطاقة الأولى أقدمها شكراً وتقديراً للمحتفى بهم باسم كل طالب تتلمذ على أيديهما، وباسم كل ولي أمر عمل على تلبية أبنائهم. البطاقة الثانية بطاقة شكر وتقدير لأبطالنا في الحد الجنوبي والذين يقدمون الغالي والنفيس لحماية حدود أراضي وطننا الغالي في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين. البطاقة الثالثة بطاقة شكر وتقدير لكل من ساهم وحضر في هذا الحفل المتميز. وأخيراً وليس بآخراً، أسأل الله العلي القدير أن يبارك لنا في شعبان وأن يبلغنا رمضان ونحن في أحسن حال، وأن يعيننا على صيامه وقيامه، وأن يتقبله منا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اسمحوا لي على الإطالة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نراكم في مناسبات أفضل وأفضل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر الدكتور يحيى علي عسيري على هذه المشاركة، وجزاه الله خير الجزاء. قال أحد الشعراء في حق من لا يعرف مكانة المعلم: إن المعلم والطيب وإن المعلم والطبيب كليهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما. فاصبر لدائك إن أهنت طبيبه، واصبر لجهلك إن أهنت معلما. وإن من أقل حق المعلم على زملائه المعلمين هو إكرامه والمشاركة في فرحته. وأبى زملاء أخوينا العزيزين إلا أن يشارك بكلمة ينوب عنهم فيها الأستاذ عارف وصل الله الثبيتي، فليتفضل مشكوراً. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. الأخوة الحضور، الأخوة الكرام، الأخوة المحتفى بهم، حياكم الله جميعاً. طأتم أهلاً وحللتم سهلاً، فحياكم الله جميعاً. إنه لمن دواعي سرورنا واغتباطنا أن نكون معكم وبينكم في يوم الوفاء والعرفان هذا الذي تحييه مدرسة عمرو بن العاص لمنسوبوها السابقون واللاحقون، وأسأل الله أن يكتب لهم أجرهم. ولزميلين الذين أنهيا خدمتيهما بعد مسيرة حافلة بالعطاء في ميدان الشرف وميدان التعليم، إننا إذ نكرم اليوم زميلين عزيزين لهما في قلوبنا كل المحبة والتقدير، فإننا نتطلع في مؤسساتنا التعليمية إلى إرساء تقليد حضاري يكون فيه الاحتفاء بأهل الفضل، ويكون فيه الاحتفاء بأهل العرفان السابقين، واجباً لا مناص من تأديته، ونهجاً لا بد من مواصلته وترسيخه. أيها الضيوف الكرام، أيها الأخوة الحضور، نشكركم جميعاً على حضوركم ومشاركتكم في هذا الحفل الذي نكرم فيه اليوم رجلين من رجالات التعليم ومن الرعيل الأول من المربين، قضى جل شبابهم في تربية النشء وغرس العقيدة في قلوب أبنائنا جيل المستقبل.
فالمعلم كان ولا يزال مربياً يقود الجاهل ويهدي الضال وينير الطريق لكل من التجأ إليه، فهو كالمنارة على رأسها نور وضياء، يراه من فقد الطريق فيهتدي به وينتفع من نوره. وما هذه الألوف المؤلفة من أبنائنا إلا أغراس تعتهد المعلم، تعهدها المعلم بماء علمه، فانبعثت وأثمرت وفاضت معرفة وفضلا. فجدير بنا أن نحتفي ونكرم من حمل هذه الرسالة، وجدير بنا أن نشكر من يكون له الشكر من حملة هذه الرسالة وأدائها على أكمل وجه. كيف لا؟ وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم في تكريمهم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض، حتى النمل في جحرها والحوت في جوف البحر، ليصلون على معلم الناس الخير. الإخوة الحضور، الإخوة الزملاء، صدق الرسول صلى الله عليه وسلم: إن كل ما يحتاجه المعلم حتى يرتقي لمصاف الأنبياء ثلاثة شروط: ضمير حي، وقلب محب، وإخلاص في العمل. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في العمل. وقد توفرت جميعهما فيكم طيل حياتكم المهنية، وهو ما تستحقون عنه الحفاوة والتكريم والشكر والتقدير والعرفان بالجميل. لقد أديتم الأمانة وحققتم الرسالة وسجلتم بصمات يشهد لكم بها تلاميذكم ومختلف من زاملكم وشارككم الرسالة. أسأل الله العلي القدير أن يوفقكما في حياتكما الجديدة وأن ينير لكم البصائر. إخوانكم وزملاؤكم، كما أسأل الله عز وجل أن يمن على هذا البلد بالأمن والأمان، وأن تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين ملك العزم والحزم الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وأن يحفظ رجال أمننا وجنودنا في الداخل والخارج على حدودنا. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وشكراً لمن يستحق الشكر: جهودكم أبا فيصل الأستاذ عبد الله خليوي الصواط والأستاذ عبد الإله السالمي أبو مؤيد، جهود تذكر فتشكر. أسأل الله أن يجعل ما عملتموه وما عملنا به معكم في ميزان حسناتنا، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. وأجدد بكم الترحيب، فحياكم الله جميعاً وبياكم. نشكر الأستاذ عارف وصلى الله ثبيتي على مشاركته الجميلة. وفي شعر لشاعر آخر قال فيه عن المعلم: ألا مجدوا فضله دائما، ففضل المعلم لا يجحد، له دان عرش العلوم المجيد، ونيل على يده السودد. إذا نفذ الصبر عند الحكيم فصبر المعلم لا ينفذ، يكد ويكدح في درسه ويشقى وطلابه تسعد، ويسهر في فحص ما دونوا وهم في أسرتهم هجد، ويبني صروح العلا لسواه ويزرع ما غيره تحصد. غني ولكن بعرفانه وإن كان من عسره يرعد، وأقواله الري للظامئين وألفاظه الدر والعسجد. والآن مع كلمة للأخ العزيز عيضة خليوي الصواط، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المعلمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الضيوف الكرام، أيها الإخوة الزملاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يشرفني وأنا أتحدث من على هذا المنبر في حفل تكريم المربي الفاضل والمدير الناجح أخي
الأستاذ عبد الله خليوي خصواق. إليك يا أخي الفاضل، يا معلم الأجيال، يا صاحب الفعل الجميل، يا صاحب القلب الكبير، يا منبع الإحسان، نهدي إليك الشكر والعرفان، وقبلتي الوفاء فوق هامك المرفوع على مدى الزمان. ونرفع الأكف للرحمن بالثناء والدعاء، أضرب بسيفه هيبة الإنس والجان، واسقيه لا منه ظما من وريدي، لا جيت له ضامي وتايه وزعلان، أرجع وأنا بأسباب شوفه سعيدي. تتسابق الكلمات وتتزاحم العبارات لتنظم عقد الشكر الذي لا يستحقه إلا أنت. إليك يا من بذل الجهد والعطاء والتوجيه في حياتنا وتعليمنا إلى ما صرنا إليه اليوم، ونحن نكن لك الحب والوفاء والاحترام، فقد كنت وما زلت في مقام الوالد رحمه الله رحمة واسعة، وأسأل الله لك التوفيق في حياتنا القادمة، وأن يجعل ما بذلته معنا في موازين حسناتك. وفي الختام، ربما تتداخل الحروف والكلمات، وربما يعجز اللسان عن التعبير، وربما يتلعثم القلم، ولكن القلب دائما يكون الفيصل والأصدق، فلك منا كلمات نسجها القلب لك، وهي: جزاك الله خير، وأسعدك في الدارين، وأدام عافيتك. وفي الختام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر الأستاذ عيضة جزاه الله خيراً، وسنتحول يا إخواني من الشعر الفصيح إلى الشعر النبطي، والآن مع قصيدة لزميلنا الأستاذ والراوي عبد الرحيم بن حامد الأزوري، فليتفضل مشكوراً. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. في الحقيقة الربع، أنا ماني بشاعر، أنا رجل رويت وحفظت كلام رجال اللي يستحق الحفظ، واخترت لكم قصيدة إن شاء الله أنها تنول على إعجابكم. يقول: أيامنا والليالي كم نعاتبها، شبنا وشابت وعفنا بعض الأحوالي، تعد مواعيد والجاهل مكذبها، واللي عرف حدها من همها سالي، إن أقبلت يوم ما تصفي مشاربها، تقفي وتقبل ما دامت على حالي، في كل يوم أن تورينا عجايبها، واليوم الأول تراها أحسن من التالي، أيام في غلبها وأيام نغلبها، وأيام فيها سوى والدهر ميالي، جربت الأيام مثلي من يجربها، تجريب عاقل وذاق المر والحالي، نضحك مع الناس والدنيا نلاعبها، نمشي مع الفي طوعا حيث ما مالي، كم من علوم وكم ما داب نكسبها، والشعر موزون مثقالا بمثقالي، أعرف حروف الهجاء بالرمز واكتبها، عاقل ومجنون حاوي كل الأشكالي، لكن حظي ردي والروح متعبها، ما فادني حسن تاديبي مع أمثالي، إن جيت بحاجة عزت مطالبها، العفو ما واحدا فالناس يا والي، قوم اللي أجيتهم رفت شواربها، بالضحك وقلوبها فيها الردى كالي، وقوم اللي أجيتهم صكت حواجبها، وابدت لي البغض في مقفاي وقبالي، ما كني إلا مسوي حال مغضبها، والكل في عشرته ماكر ودجالي، يا حيف تخفى أمورا كنت حاسبها، واللي على بالهم كله على بالي، الجار جافي وكم قوم محاربها، والأهل وأصحابنا والدون والعالي، والروح وش عذرها في ترك واجبها، راح الحسب والنسب بجمع الأموالي، نفسي تب العز والحاجات تغصبها، ترمي بها بين جاويد وانذالي، المال يحيي رجالا لا حياة بها، كالسيل يحيي الهشيم الدمدم البالي، عفت المنازل وروحي يوم جنبها، منها غنيمة وعنها البعد أولالي، لا خير في ديرة يشقى العزيز بها، يمشي مع الناس في هم وذلالي، دارا بها الخوف دوما ما يغايبها، والجوع فيها ومعها بعض الأحوالي، جوع سراحينها شبع ثعالبها،
الكلب والهر يقدم كل ريبالي، عز الفتى راس ماله من مكاسبها، يا مرتضى الهون لا عزا ولا مالي، دللت بالروح لين ارخصت جانبها، وانا عتيبي عريب الجد والخالي، قوما تدوس الافاعي مع اقاربها، ولها عزايم تهد الشامخ العالي، خل المنازل وقل البين يندبها، يبكي عليها بدمع العين هالطالي، لا تعمر الدار والقالات تخربها، بيع الردي بالخسارة اشترى الغالي، ما ضاقت الأرض وانسدت مذاهبها، فيها السعة والمراجل والتف التالي، دارا بدار وجيران نقاربها، وأرضا بأرض وأطلالا بأطلالي، والناس أجانيب لين إنك تصاحبها، تكون منهم كما قالوا بالأمثالي، الأرض لله نمشي في مناكبها، والله قدر لنا أرزاق واجالي، حث المطايا وشرقها وغربها، واقطع بها كل فج دارس خالي، واطعن نحور الفيافي في ترايبها، وابعد عن الهم تمسي خالي البالي، من كل عملية تقطع براكبها، فدافد البيت درهاما وزرفالي، تبعدك عن دار ودار تقربها، واختر لنفسك للمنزال منزالي، لو مت في ديرة قفرى جوانبها، فيها لوطي السباع الغبس مدهالي، آخير من ديرة يجفاك صاحبها، كم ذا الجفا والتجافي والتعلالي، دوس المخاطر ولا تخشى عواقبها، الموت واحد وبعد العز يحلالي، إن المنايا إذا مدت مخالبها، تدرك لو كنت في جو السما العالي، ما قرت الأسد في عالي مراقبها، تسعى على الرزق ما حنت للأشبالي، والشمس في برجها والغيم يحجبها، تقفي وتقبل لها فالعرش مجدالي، رب السماوات يا محصي كواكبها، يا مجري السفن في لجات الأهوالي، ضاقت بنا الأرض واشتبت شبايبها، والغيث محبوس يا معبودنا الوالي، يا الله من مزنة هبت هبايبها، رعادها باتله في البحر زلزالي، ريح العوالي من المنشا تجاذبها، جذب الدلي من جبا مطوية الجالي، ديمومة سبلت وارخت ذوايبها، وانهل منها غزير الوبل همالي، تسقي ديارا شديد الوقت حاربها، ما عاد فيها لبعض الناس من زالي، يا جاهل سمعت ماثيلا مرتبها، فيها معاني جميع القيل والقالي، مثل الدنانير زادت في قوالبها، في صرفها زايدة عن قرش وريالي، يا رب توبة وروحي لا تعذبها، يوم القيامة إذا ما ضاقت أعمالي، وازكى صلاتي على المختار نوهبها، شفيعنا يوم حشر فيها الأهوالي، سلامة الجميع. جزا الله راويتنا وشاعرنا الأستاذ عبد الرحيم خير الجزاء. والآن مع عرض مرئي لبعض مراحل حياة أخوينا العزيزين، نرجو من الله أن يحوز على رضاكم. يا ليل الليل تبرع طاقتنا.
فجزاهم الله خيرا. يقول الأستاذ عبد الفتاح غازي في قصيدته أنت المعلم من ديوان شمس لا تغيب: فاعلم بأنك أصل كل وجودها، هو فيض علمك شاع في الأكوان. أنت المعلم، أنت المعلم أصل كل فضيلة، أنت الإمام سبقت بالإحسان. إنا نعانق بالوفاء جهودكم، ستظل دستورا مدى الأزمان. والآن مع كلمة لفارسي الحفل ومن نسعد الليلة بتكريمهما، يلقيها أحدهما وهو أستاذنا الفاضل الصواب، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها سعادة الدكتور يحيى بن علي عسيري ضيفنا في هذه الليلة، أيها الحفل الكريم، أيها الضيوف الكرام، كلمتي على شكل عبارات شكر لمن يستحق الشكر، نظمتها على ستة أجزاء. الجزء الأول: الشكر لله سبحانه وتعالى على نعمة الأمن، الصحة في الأبدان والأمن في الأوطان، وهذه نعمة مغبون. ولو لاحظنا البلدان التي حولنا وما تعانيه من قلة الأمن لعرفنا قيمة هذا الأمن، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا أمننا في وطننا ويحفظ لنا حكامنا. النقطة الثانية أو الجزء الثاني هو شكر لحكومتنا الرشيدة. نشكر حكومتنا الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك العزم والحزم، ونسأل الله سبحانه وتعالى له طيلة العمر وأن يؤيده بنصره وأن يهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. وأيضا نشكر ولي عهده الأمين صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، أيده الله بنصره وحقق له ما يريد وحقق له رؤيته ونفع به الأمتين العربية والإسلامية. الباقة والجزء الثالث: شكر لجنودنا البواسل في الحد المرابطين في الحد الجنوبي. نسأل الله سبحانه نشكرهم على جهودهم وعلى مرابطتهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب شهداءهم، أن يكتب قتلاهم شهداء، وأن يؤيدهم بنصره ويؤيدهم ويمكنهم ويسدد رميهم ويثبت أقدامهم. الجزء الرابع اللي هو من لا يشكر الناس لا يشكر الله. في هذه المناسبة أشكر جميع الزملاء المساهمين في هذا الحفل، زملائي من مدرسة عمرو بن العاص والزملاء المشاركين لهم الذين أصروا على المشاركة من خارج هذه المدرسة، الأستاذ عارف بن نصر الله الشيب، والأستاذ خالد بن صالح الثبيتي، والأستاذ سالم الثمالي، والأستاذ عبيد الله العيلي. نشكرهم على مساهمتهم وعلى ما قدموه وعلى ما نظموا لهذا الحفل. والنقطة الثالثة: أشكر جميع من حضر وساهم في هذا الحفل من الأخوان والأعمام وأبناء العمومة من كلا القبيلتين، من السوطة ومن بني سالم، والأصحاب أيضا والزملاء الذين شاركوا في هذا الحفل بالحضور وشاركوا فيه أيضا بالهدايا الرمزية التي هي حقيقة كبيرة في عيوننا وفي قلوبنا. نشكرهم على الحضور والمشاركة. وسادسا أشكر زميلي الأستاذ عبد الله السالمي على أن قدمني بإلقاء هذه الكلمة نيابة إصالة عن نفسي ونيابة عنه، أشكر، وهذا من طيب أصله، فهو أصر على أن أقدم الكلمة أنا مع أني عرضت على أن يكون هو يقدم الكلمة، لكنه من طيب أصله وتقديره واحترامه لي
فوضني بإلقاء هذه الكلمة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في حياتنا أو أن يجعل ما قدمناه في ميزان حسناتنا ويوفقنا في حياتنا العملية لما يحبه ويرضاه، ونصلي على خير خلق الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله أستاذنا الفاضل وأبانا الفاضل الأستاذ عبد الله خليل الصواب خير الجزاء. والله لقد عملنا معهم، تكلمنا وزملائي ردحا من الزمان مع الاثنين معهما، وكانا أخوين عزيزين قبل أن يكونا معلمين أو مديرا، أو كان أن يكون مديرا علينا. والله إنهم كانوا إخوة لنا ومربيين فاضلين، فجزاهم الله خير الجزاء. وما نفعله اليوم هو نقطة في بحر ما تعلمناه منهما، جزاهم الله خير الجزاء. إخواني، الآن نأتي إلى فقرة توزيع الجوائز، ونرجو منكم حتى لا نبخس أحدا منكم حقه في التصوير الالتزام والهدوء في الحضور حتى ينال كل منا نصيبا من التصوير، وحتى نراه يعني نسترجع هذه اللحظات في قابل الأيام وتزيدنا فرحا وسرور، وجزاكم الله خيرا. الآن مع تقديم الهدايا، أولا هدية من منسوبي مدرسة عمرو بن العاص، وهي عبارة عن درع وشنطة عود من العربية، يقدمها الأستاذ محمد ضيف الله الثماني، الأستاذ عالم. نعم، فليتفضل فليتفضل. سلام عبد الله ثم الأستاذ ليلى. مشكلة. صور كل صور كل صور. أنا. مبروك مبروك، أيوفق إن شاء الله، وفق الله. إخوان، من يحب أن يتصور مع أبنائهم يتقدم، ما في شيء. هذه لحظات توثيقية وإن شاء الله تكون ذكريات. أستاذ دليلان، أستاذ عبد الله. طيب. والآن هدية مقدمة من الزملاء القدامى المتقاعدين، والآن هدية من الزملاء القدامى المتقاعدين، وهم سالم الثمالي، عبيد الله العيري، خالد الدهماني، عارف الثبيتي، عبارة عن بشتين للأخوين العزيزين وقرآن كريم عسى الله أن ينفع به. أنت متقاعد. والآن هدية من الأستاذ ماجد الزايدي، عبارة عن بشت وديه العود العود، فيتقدم الأستاذ عبد الله الصواب، الأستاذ عبد الله السلموني.
هدية مقدمة من أبناء عبد الإله السالمي عبارة عن سيف وجمدية ومصحف وبشر. فليتفضلوا بتقديمي. قدمي الهدية قدمها بشرف. هدية مقدمة من إخوان الأستاذ عبد الإله السالمي عبارة عن مجموعة من العطور. هدية من الأستاذ علي عامر الصواط عبارة عن بشتين للأستاذ عبد الله الصواط والأستاذ عبد الإله السالمي. هدية من أخوان الأستاذ عبد الله الصواط عبارة عن درع. هدية من عم الأستاذ أعمام الأستاذ عبد الله الصواط خضر الصواط وشبيب الصواط عبارة عن بشت وسيف وعلبة أو مجموعة من العطور. هدية من مخلد الصواط اخو الاستاذ عبد الله عباره عن طقم ساعه واقلام. هدية من أبناء الأستاذ عبد الله الصواط عبارة عن مسدس ودرع ومجموعة من العطور. هدية من الأستاذ ناصر الزايدي قائد مدرسة ثمالها العليا عبارة عن طقم أقلام للأستاذ عبد الله الصواط والأستاذ عبد الإله السالمي. فليتفضل مشكورا. صور هدية من الأستاذ عثمان السالمي وأخوانه للأستاذ عبد الإله السالمي عبارة عن بشت ومجموعة من العطور.
هدية خاصة من الدكتور يحيى عسيري والأستاذ محمد الزهراني للأستاذ عبد الإله السالمي، عبارة عن مجموعة من العطور. هدية للأستاذ عبد الإله السالمي من الزملاء القدامى عبد الرزاق الثبيتي، ميد الحشيبري وسعود النفيعي، عبارة عن سيف وبشت ومجموعة من الطيب. شكرا للجميع. المشاركة وإنجاح هذا، ونسأله وحده الإخلاص والقبول للجميع، ونشكر جميع من ساهم في إنجاح هذا التكريم وإيصال هذا الوفاء لمن يستحقه. أولئك قوم إن بنوا أحسن البناء، وإن عاهدوا أوفوا، وإن عقدوا شدوا، وإن كانت الأعمار فيهم جزوا بها، وإن أنعموا لا كذبوا ولا كدوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I'm gonna make it.
زعلتنا يا رجل. يا حلال يا مرحبا 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 يا
ما تطلعت الثاني.